كابتن ماجد، نقلة صعبة بداية الموسم، يعني كنت في فريق الشباب وأديت أداء كويس، ووضع طبيعي إن أي مدير فني يقول أنا لا أنا خلاص الشباب، في الوقت اللي كان الشباب السنة اللي قبليها ما توفقش واللي قبليها ما وفقش، فكان اختبار صعب نجحت فيه، كان وضع طبيعي إن تقول لا خلوني بقى يا جماعة أنا أكسبت خلوني وبتاع. لا، فوجئنا بترانسفير لفريق 18 مرتبط، هو الفريق الأهم لأنه مرتبط مع الدرجة الأولى. كلمنا على الترانسفير ده، وكلمنا إزاي بصيت للموضوع ده من منظور تاني. هو الحمد لله أحمدك ربنا بشكر فضلك، طبعا هو التوفيق من عند ربنا. هو السنة اللي فاتت كان فعلا المهمة صعبة، كان فريق برضو الحمد لله ما كانش محقق حاجة السنة اللي قبليها واللي قبليها، سقط النادي الأهلي وجاز الفني ومستر أوجستي وتوليت المهمة، وربنا كرمنا الحمد لله وخدنا بطولة الجمهورية والمنطقة بعد غياب كام سنة عن النادي الأهلي. كابتن طارق وقعد معايا واتفق، كابتن طارق خيري المدير الفني، وكان عنده رغبة ان هو الموسم الجديد يبقى انا معاه في فريق 18 سنه، لان الفريق الدرجه الاولى هو اللي بيختار مدير فني المرتبط، عشان ده مرتبطين مع بعض بالظبط باتفاق مع مستر داني طبعا. مدير قطاع الناشئين، واتفقوا كابتن مودي الجرح طبعا كان ليه دور كبير على النقله دي من الاولاد للبنات، وهما من وجهه نظرهم ان هم شافوا الانسب في المرحله اللي جايه ان ماجد يجي من الاولاد للبنات. استخرت ربنا وتوكلت على الله، وزي ما حضرتك عارف النادي الاهلي طبعا احنا ما نقدرش نقول حاجه مهما ايا كان البوزيشن ايه، ان شاء الله هتمسك 9 سنين تحت عادي مفيش اي مشكله، النادي الاهلي قرر كده القرار ده انت بتتوكل على الله وبتشتغل يعني. المهمه كانت الحمد لله يعني قرار كان صعب اي نعم من الاولاد، لان اختلاف التعامل ما بين الاولاد والبنات الموضوع مختلف كل وجزء يعني. طبعا دي اول تجربه ليك مع البنات؟ مش لا مش اول تجربه الحمد لله. انا يعني قبل كده كنت ماسك نادي الصيد 16 سنه يعني ربنا كرمني خدت معاهم الجمهوريه برضه. التجربه مع اللي مع الاولاد والبنات بيبقى صعب، اصله بيبقى نقله ثانيه. جدا طبعا. جدا هو بص حضرتك، انا من وجهه نظر انا مدرب الباسكت المحترف ان هو جرب يعني، انا جربت مدير فني نادي الطيران مثلا درجه اولى سيدات و16 سنه بنات نادي الصيد، الموضوع مختلف. لما تيجي تمسك 18 سنه او 20 سنه اولاد غير لما تمسك 16 سنه اولاد غير لما تمسك 14 سنه اولاد. طول ما انت يعني محترف التدريب في الناشئين ولاد وبنات، انت بس اهم حاجه تعمل ادابت لنفسك بس وخلاص. عملت يعني ادابت لنفسك وعرفت تظبط وتعرف الامكانيات بتاع فريقك ايه وانت محتاج منها ايه والتارجت بتاعك، الموضوع هيبقى سهل بعد كده. وده اللي حصل في المرتبط الحمد لله، النتائج كلها فوز ما عدا مباراه سموحه، وما كانتش مؤثره قوي لان الفريق الاول كسب مباراتين.